السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم وسويلفات عن الفنون الشعبية. قلت لكم أنا بنسولف عن الفنون الشعبية في الحلقة هذه. مرة ثانية رحب ضيفتي هيام أم فيصل، حياك الله. حياك ويمسك لو غلها ليبة. شن هي الفنون الشعبية اللي يحبونها بالعروس؟ يعني شن هو النوع؟ نوع ناس يحبون القادري، ناس يحبون سامري، ناس يحبون يعني شوف، البداوي لابد منه، لابد من البداوي. ايه. اكثر شيء عندك الخبيتي والدوسري، هذا اللي يحبونه. ناس تحب الخبيتي والدوسري بس. اي، وفي ناس على حسب، في ناس يعني انا يعني سوري احترم راي الاخرين. ايه. بس انا ساعات لازم اقط اثنين سامريتين على يمشي ذي كنا ما حد يدري. أيوة. بستة. طنبورة. لازم. إذا بتم بداوي بتمل الناس. صح. دوسري بتمل الناس. صح. فأحب أشكل. تشكلي. إيه. صادف إنك أنت ويا هم مطرب شعبي اشتركتوا في. إيه صادف وايد. في عرس. لا أنتوا الاثنين غنيتوا يمين. إيه غنينا. إيه إحنا الاثنين. من هم اللي المطربين اللي غنيتي وياهم؟ شوف، ولا انا جميع الفنانين يعني كلهم شباب، من فنانات كلهم على عيني وراسي، كلهم اخواني. إيه. وخواتي. عبد العزيز العروي اقدم له تحيه، جراح الرجه اقدم له تحيه، طبعا الفنان العريق باسم الردهان على راسي، طبعا التوب اللي على راسنا كلنا، احنا كلنا شباب وبنات صراحه، سليمان القصار. اي والنعم. انت بنتك فنانه، طلعت في ستار اكاديمي تغني، جت الكويت تمثل. انت وين في تشوفينها؟ في التمثيل ولا تشوفينها في الغناء؟ ولا شجعتيها على التمثيل، شجعتيها على الغناء؟ اول شيء اوجه لها تحيه حق بنتي وحبيبتي ودنيتي عاد، هذه اللي هي الفنانة نورة العميري. أيوة نعم. بالألف، نورة العميري بالألف. نعم. أنا أشوف نورة بنتي بالتمثيل. بالتمثيل. وايد. ما تشوفينها بالغنى؟ بالغنى زينة، بس نورة بالتمثيل أكثر. اشتركت وياك في مرة ولا؟ والله شوف، نورة كثر ما يعني بقول لك نقطة، يمكن أنا أغني بعروس حلو. نورة بالعروس يعني ناس معينة صح؟ نورة لها جرأة بالمسرح أكثر لما أخذها معي. تستحي خجولة حيل من الناس، تستحي من الناس. إيه. وجهتيها الآن للتمثيل؟ يعني هي بالتمثيل الحمد لله، الله يتم عليها. يعني نصحتيها روح التمثيل؟ قلت لها لا، أشوف بقول لك شغلة، كل إنسان هي تسلك طريقة، هي تشوف نفسها وين، وأنا أقول لها أنا مرشدها يعني. أنا يعني أوكي أخذ معاها وأعطي، أقول أنت تشوف نفسك يعني، الإنسان هو اللي يشوف نفسه، هو يوجه نفسه. صح. فأنا داخلي أنا أحس بنتي بالتمثيل أكثر من الغناء. أكثر. أي. زين، إيش عندك من العيال أنت؟ أنا الحمد لله عندي بنت وولد وواحد الله يرحمه متوفي، الله يرحمه ناصر. الله يرحمه ويحفظه. الحمد لله متوفي. الولد هل توجه الولد في هالصوت؟ ولا شيء. كلش لا تمثيل ولا غناء. ولا ينصح ولا يحكي ولا يقول ولا كلش هادي وسام، ما له شغل. إيه. الله يخليهم يسلمك ويخليك عيالك ويطول بعمرك. نرجع للفن. ليش يعني الفن الشعبي مثلا مو على مسرح؟ يعني ما يطلعون على مسرح على في ليش يعني؟ تعتقدين انه المسرح ما يصلح للفرقة الشعبية ولا يصلح؟ ولا ما يصلح؟ لا هذا والله يصلح. ايه؟ يعني يصلح، يعني شوف الفنان وين ما تحطه، وين ما تحطه تلقاه عدل. بس عدل. انا اتذكر اكو مسرحيه سووها المسرح الشعبي فيها ومعود الله يرحمه. الله يرحمه. هم طلعت على المسرح. إيه صح، والله كان شكلها جميل، شكلها حلو يعني. يا ليت يجربون ربعنا. يعني مع احترامي اقدم له تحيه وكل احترامي ابو محمد طارق العلي.
تبارك الرحمن كاهو بس راح صح قاعد يعني شباب يغنون طيران والله شيء حلو وناسه حلو اي والله العظيم هذا شيء ترى اتذكر المسرحيه هذه مالت اللي فيها الله يرحمهم كلهم الله يرحمهم جميعا الله يطول بعمرك تحسين وناسه تحس اي وناسه طيران وطقطقه وايد حلو يعني على طاري الطقطقه والطيران وهذا الحين نزلت العروس يقولها ريال ولا تقولها مره؟ ولا الاثنين؟ لا لا العادي الحين عادي اول تقولها المره الحين عادي بسي دي يقولها ريال اي عادي بس مو دزه لازم بس الاحلى حق العروس المره تغني المره تغني لها اي شنو هي الانواع اللي تغني لها في دزه شو الكلام شو يقول؟ عندك هب السعد ايه هذه طبعا توب ايه وايد ناس يعني وايد تطلبها عندك وايد يعني اغاني عندنا وايد اغاني حق زفات العروس وهذا ايه المعريس طبعا يا معريس ايه وبعدين عليه سعيد ومبارك اي ليش ما تجددين يعني ما يصير يجددون هم يطلبون مو على كيفي انا لا اي مو انا مو على كيفي قاعد اقول لك انا لو على كيفي اخذي بس هم يطلبون لازم هم يقولوا ايش ابي يعني مثلا اي ام العروس تقول اي والله هي ام فيصل ابي هب السعد إيه؟ حاضر حبيبتي ام المعرس ام فيصل والله حبيبه قلبي نبي ام عريس او تبي او ساعات في ناس يبون يعني اغاني دوسريه ندخل المعرس على اغنيه دوسريه شيله بس انا شايف مطربين في الشعبيين والمطربات الشعبيات يعني لما يطعون بالعرس يلبسون لبس مخيف يعني فخم هل هي هذا انتم اكتشفت انتم ابتدعتوها هذه ما عند ماما عوده لا 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 شوف انا اقول لك نقطه الزمن يطور نفسه يعني اللبس فخم يعني انا واحده من الناس انا يوم قعدت لبس دراعه البس دراعه اقعد بالارض دراعه عادي بس سنه عن سنه الناس قاعد تتطور فالناس تبي تشوف يعني شنو الفنانه لابسه اليوم شنو حاطه شنو بدلتها يعني يطالعون اللبس. لا ليش لانه يكون بالعرس مو عائله واحده كم عائله إيه فيتباهون بالفنان اللي جايبينها شنو لابسه إيه شنو حاطه شو مسوي شعرها يعني فاهم شنو قصدي إيه فواحد يتكلم يعني احبك يا رب انا مقتدره اذا كنت انا البس ليش ما البس الناس في ناس يعني سوري بالكلمه الناس تستاهل اي صحيح الناس تستاهل يعني انا يعني جايه سوري بالكلمه يعني اروح عرس البس لا حتى لو دراعه عاديه عليها القيمه الناس كمنظر يعني الواحد لما يدش الحريم لما يدشون منو فنانتهم؟ ايه خلي الاسم ايه منو فنانتهم؟ شو لابسه؟ ايه واحده تقول حق الثانيه شو لابسه؟ شنو يعني كذي الناس تتباهى فالواحد حلو كذي واحد غير نفسه ترى تكلفه على الفنان والله تكلفه بس الحمد لله تكلفه على الفنان بس الحمد لله يعني يمكن هذا اللي يخلي الاجور ترتفع لا 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 مو هذا لا 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 ما هذا ما له علاقه ما له علاقه كلش لا لا بس انا سمعت احد الفنانين لا 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 ما له علاقه لا ما له علاقه يعني لا نحط احنا هذا لا ما له علاقه ما له علاقه اللي بيلبس يلبس أي. بس العروس خارج الكويت وايد اوف ها حلوه اي حلوه تغنوا لهم نفس اغانيكم ولا لا 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 مو نفس اغانينا يعني كل يعني كل دولة غير عن الثانية. وحافظين أقرب يعني سوري واحترامي حق جميع دول مجلس التعاون الخليجي وجميع دول العالم على رأس الجميع. أقرب ديرة حقنا إحنا حق أغانينا البحرين. البحرين إحنا وايد يعني قريبين وايد علينا. السعودية كلها خبيتي ودوسري يعني كلها طاير يعني شغل طيران المردات والطيران الطق السريع الحلو وبعد من ضمنهم السعوديه الاغاني الكلاس يعني محمد عبد وكذي واحترام له يعني اغاني البارده الاغاني البسته الحلوه دول الثانيه بين البينين
يعني عادي. ما فكرتي تسوي لك مثلا كذي شريط بروحك او سي دي بروحك اغاني مفرده ولا؟ والله بقول لك نقطه، ما يعني يبي لك من اللي يدعمك. اها يبي لك من اللي يدعمك. اي لازم يعني الواحد لما يكون عنده صوت عنده كاريزما هذا يبي لك من اللي يدعمه. انت عاد انت مشهوره في شبه بينك وبين اللي طولت العمر الله يرحمها. عمرك عتاب؟ عتاب اي ما شاء الله تبارك الله يرحمها. يعني بعد يعني نصيب واحد يقول الحمد لله. لا لا انت بالعكس يعني انت ما شاء الله شهرتك يعني يعني ما تحتاجين. جزاك الله خير. ما عليك زوج. جزاك الله خير. بس فعلا في حتى في تكوينك وحركتك وهذا قريبه من رحمه الله عليها والعمر لك ان شاء الله وعلك طول العمر. في اول يسوون مالد ما مالد ما اي لك فيها السالفه؟ لا 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 مالي كلش بالسالفه. ما حضرتي مالد؟ لا 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 لا, لا, لا ابدا ابدا يعني مو يعني مو الجو مو جوج مو سلكي مو جوي مو جوج مو جوج مو جوج مع العلم انه يعني في يعني اللي طلعت معاهم وهذا لهم هالطريق بس انا لا والله جيب خيبه عمري ما رحت ولا شفت. تسمعين عوده ومن زايد الله يرحمهم وعواد الله يرحمهم تسمعين لهم ولا؟ طبعا اي وش ما اسمع لهم اسمع لهم في اغاني هم يغنونها رحمه الله عليهم هم يغنونها بطورهم انا اغنيها اطورها بطوري. اها يعني ما تقول انها مثلهم؟ لا بطوري انا يعني ما احب التغليد. لا 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 هم بطورهم انا بطوري. اي صح فتبارك الرحمن تطلع حلوه. اي تطلع حلوه الحمد لله. مثل شنو مثل؟ يعني عندك الحين عندهم اغنيه هم سالم يا سالم يا سالم. إيه إيه سلمان. إيه أنا أغنيها دوسري طريقتك طريقتي وهذه هاي التميز يعني. إيه لا لا يعني أنا طريقتي هم يغنونها شنو سامري. إيه بس أنت هذا التميز يعني هذا اللي إيه أحب كذي يمكن هذا اللي يميزك عن باقي الأخوات اللي لهم في والله ما أدري والاخوان اللي يعني كل واحد طوره كل واحد يعني شغله. ايش كثر عندنا احنا في الكويت فرق مثل شابه مثلك انت يعني كذي؟ والله وايد ما شاء الله تبارك الرحمن وايد. بعدين انا سوري يعني كلهم عزيزين وغاليين انا ما يعني مالي احتكاك معاهم ترى. ما تحتكين؟ لا 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 انا ما احتكاك معاهم يعني شغلك والبيت بس. اي وبعدين اذا شفتهم اسلم عزيزين وغاليين. وعلى فكره فينا طبعا عبد الله كنت انا يعني اعرفهم ويعرفوني بس يعني دنيا تلاهي. مثلا اطلب من عنده تطلب من عندي اغنيه اعطيها تطلب من عندي اغنيه اعطيها عاديه ما بيناتها تكلفه حتى الشباب حتى فرق الشباب اشو يعني اي يعني الحمد لله يعني انا طبعي كذي يعني ما ابخل وهذا شيء زين شيء حلو الحمد لله شيء زين. والله والله في ناس تبخل والله يا ام فيصل انت نادرة يا بعد قلبي على راس تسلم. ما شاء الله الناس والكل بالله يمكن اللي توهم طالعين يمكن انا طالع قبلهم صح يمكن ما تعرف تسلك طريقه ما تعرف شنو انصحها سوي كذي غني كذي لا تخافين شوكي وياها اي يعني انا كذي طبعي مو من نوع اني انا لا 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 لا, لا. حمدك يا رب الحمد لله الحمد لله يا رب فيصل انا شاكر لك الحضور تسلم ابوي سعدت فيك وانا اسعد والله يعني تكلموا عنك كثير الجماعه يسلمون على راسي الجميع ولكن انا تفاجات انك اكثر من اللي قالوا. جزاكم الله الف خير جزاك الله الف خير لك طولت العمر عساكم العايدين الفايزين عساكم من عواده امين امين ومبارك عليكم الشهر ويعلكم ان شاء الله يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين وتشكرك انت اللي شكرا ويطول بعمرك انت اللي شكرا واشكر الستاف واشكر الجنود اللي ورا خلف الكواليس وهم ارد اقول لكم واشكر قناه الراي على استضافتها لي صراحه حياك الله. طبعا مو اول مره انا يعني انا الحين اعتبر نفسي انا بنت الراي. انت بنت الراي حياك الله والله العظيم لان هذه مو اول مره حياك الله واعطيكم الصحه والعافيه واشكرين ما قصرتوا يا حياك الله حياك الله جزاكم الله خير. الأحبة شكرا لكم غدا ضيف آخر هذا ما لزم فما الله.